محمد، السلام عليكم. سلام الله، حياك الله حياك شيخ. الله اخوي محمد، كيف الحال شيخ؟ يا مرحبا. يا شيخ بس حديث لو تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بأقوام يذنبون. اي نعم. كيف الجمع بين هذا الحديث والأدلة الدالة على وعيد من عصى الله عز وجل؟ واضح دكتور، جيد. اي بس هذا كان سؤال اخ محمد ايضا مهم، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون إلى آخر الحديث، ثم يقول كيف نجمع بين هذا وبين توعد الله عز وجل للعصاة لمن عصاه بالعذاب؟ لا 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 تعارض بين الأمر بترك المعصية والخبر بأن الذنب سيقع، فإن الخبر بأن الذنب سيقع من بني آدم هذا جاءت فيه نصوص عديدة وكثيرة، ولو لم يكن الذنب أمرا واقعا لما كان هناك الزجر عنه والتهديد والتحذير من موقعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والحديث الذي أشار إليه حديث أبي هريرة في الصحيح دال على أن الذنب لا بد أن يقع، لكن ليس الشأن في أن لا يقع أن يقع الذنب. نحن نطالب أنفسنا وندعو إخواننا المسلمين إلى أن يكفوا أنفسهم عن المعاصي والسيئات وأن يجتهدوا في ذلك، فإذا غلبتهم أهواؤهم شهوتهم غلبهم الشيطان فأوقعهم في شيء من المعصية والخطأ، الواجب أن يبادروا إلى التوبة، فإن العبد إذا تاب جبت توبته ما كان من الخطأ قبله. وأما أن لا يقع في خطأ فإن هذا لا يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون، فيه ليس فيه الدعوة إلى مواقعة الذنوب، إنما فيه الحث، وهنا أنبه، إنما فيه الحث إلى الحث لمسألة المبادرة بالتوبة بعد وقوع الذنب. ومن تاب إلى الله تعالى صادقا من قلبه فإنه يرجى أن يفوز فوزا عظيما، فالله تعالى يحب التوابين كما ذكر في كتابه، وهو يعطي التائب أجرا عظيما يفرح بتوبته كفرح الرجل بدابة ظلت عليها زاده وراحلته في فلات ثم وجدها بدون عناء ولا تعب. المقصود أن هذه الأحاديث ليس الشأن فيها إقرار والدعوة إلى مواقعة السيئات، إنما الشأن فيها معالجة السيئة. هذا الحديث وحديث كل ابن آدم خطأ ليس المقصود أنه ابقى على خطأك واستمر فيه واستكثر منه، إنما المقصود من هذه الحديث العودة والإنابة إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أذنب ذنبا ثم قال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي لأن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اغفر لعبدي. تكرر هذا منه مرات ثلاثة حتى قال الله تعالى في آخر الأمر: اغفروا لعبدي ولعبدي ما فعل، ما دام على هذه الحال إذا أذنب وغلبته هواه أو شهوته أو شيطانه فأوقعه في شيء من المعاصي رجع واستغفر وعلم أن له ربا سيعاقبه إن لم يتب وأنه سيغفر له إن تاب. هذا الذي ينبغي أن يكون العبد عليه. ولذلك قال الله تعالى في محكم كتابه في مواضع عديدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالذنوب بها يتبين عظيم مغفرة الله وبره وإحسانه ورحمته، فينبغي لنا أن نتعرض لرحمة الله تعالى. هذا هو المقصود من هذه الأحاديث، وليس في هذه الأحاديث تسويغ الشر أو الدعوة إليها.